حكايه انه الفيروس يتنقل لحيوانات من بشر، ده معناه انه كمان الحيوان يرجع يرد البشر مره ثانيه؟ فيروس كورونا اصلا جاي من حيوانات، الحيوانات الى البشر. ايوه يعني هو اصلا مثلا في نظريه انه جاي من خفافيش الى جمال لما كان فيه متلازمه الشرق الاوسط. ايوه الصين بيتقال انه جه من حته لحته ثم دخل الى الانسان. وهو هذا التحول من مصدر الشكل الجيني مختلف الى مصدر ثاني وسيط ثم الى البني ادمين، هو ده اللي بيخلي الفيروس شرس وقوي ومؤذي. وهل الدواء ممكن يبقى مؤثر للحيوان وللانسان؟ يعني قبل ما حضرتك تنورنا كان في الغوريلا اللي خدت الدواء بتاع دونالد ترامب. ماله؟ قبل بقول على فكره تاثر الحيوان كمان بنفس الدواء، لانه قبل ما حضرتك تنورنا في غوريلا اتعالجت بالدواء المضاد اللي هو بالاجسام المضاده اللي خده دونالد ترامب. كانوا بيتكلموا عنها في امريكا. طبعا حضرتك عارف ان في طبيعه الخلق الغوريلا وهذه قريبة. هي ما قبل الانسان، او يعني الاقرب شبها بتصنف ما قبل الانسان. فاحتمال كبير جدا ان فعلا لما تصاب بهذا المرض تستجيب طبعا لهذه الادويه، وكثيرا من الادويه البشريه بتعالج بعض الحيوانات والطيور، والعكس صحيح. دكتور عوض تاج الدين احد ابرز المتخصصين في طب الامراض الصدريه على مستوى مصر والعالم العربي طبعا، ومستشار السيد رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. الف شكر يا استاذ شريف. تحياتي لحضرتك. شكرا.